Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum, Azulflaoul. اليوم في قناة ديزاد فيغ 2017 نديرو مع بعض لا روسيت تاع لي بيني خفاف وهشين وهايلين ولا اروع. بيان سور هذه لا روسيت تاع ماما جات لعندي قلتها ديريني شويه لي روسيت من لي روسيت تاعك. الوغ اليوم الاول برومي جور اللي بدينا فيها لا روسيت تاع لي بيني، وعندها مقادير هنايا. شوفوا الزوج حبات بيض، نص كاس زيت، نص كاس سكر، كاس حليب، شويه ماء، هنايا مغير في صغيره الخل، هنايا لو زيست سيترون. شحال دقيق فريم؟ 5 مغارف صغار تاع خميره خبز مع مغرفه سكر. فوالا، وهنايا عندنا لا فارين، ما عندهاش مقدار، بخي كي تخلط تبان لكم شحال. فوالا سي، فوالا شوفوا لا ميثود تاعها كيفاش دير الخميره. هاي حشمت نحنا ما قدرتش تهضر، ما حبتش هي دارت الخميره والسكر تخلطهم. فوالا خليهم يخمروا فوالا، وتبدا هنايا في المقادير الخير. هاي حطت البيض، زوج حبات بيض، حطت السكر، نص كاس زيت، فوالا والحليب لي باقي. دارت كاس شويه دارتو الخميره، ولي باقي راه ديرو الداخل هنايا وتخلطلو شويه من الماء، غير شويه يعني هكذا صغيره. زيد زيت سيترون، وهنايا تخلط كلش بالخلاط الكهربائي بالباتور لي تخلط كلش. دوكا بقى لها الملح، تزيد الملح هكذا. دارت رشة اللي هي نص مغرفة صغيرة هنا، وتزيد هذاك الخليط تاع الخميرة الخبز مع السكر والحليب، تفاعلت وطلعت هكذا خمرت وزادت هاد هنايا. دوكا هي الخليط هذا كاع تخلطوه بالباتور. فوالا حنا دوك تخلط ابخي تشوفوه. فوالا هايديك بعد ما خلطت كلش لو ميلونج تاعها بالباتور بالخلاط الكهربائي، دوكا نحبط دير لا فارين. هاي قاست كاس الاول، فوالا دوك تخلط. دوكا تزيد هاديك الكاس تاني، كاس ثالث طروازيام، لا كونتيتي هذه اللي حبي يضاعف يدير كلش دوب، يدير كاس زيت كاس سكر 4 بيض كلش غندوب تخرج له كونتيتي كبيره. حنا اليوم درت له كونتيتي شويه صغيره. ماما راهي تخلط 3 كيسان فارينه، ماشي بالباتر فارينة غير هكذا افيك اون لوش هكذا ولا
الفول تخلطي لا فاريت تاعك هكا. هنا دركا راهي في الكاتخيام كاس تاع فارينة، هاني الرابع. تبدا دير غير بشويه باش تشوف القوام تاع لاباط. فوالا هاي ليك لاباط تاعنا كي كملت، دات لها 4.5 فارينه، 4 كيسان ونص، 4.5 دو فارين. فوالا وشوفوها شحال طريه، ركبتو شيها تشوفو كيفاش راهي طريه. فوالا شوفو دوكا هي، شوفو كيفاش لاصوص تاعها. دير يديها في الزيت وتضربها هكذا شويه لاباط تاعها. هاكم هذه هي لاستوس باش يخرجوا لي بيني تاعكم خفاف وهشين وهايلين. شوفوا هكذا بوندون 5 مينوت ا 6 مينوت، هكذاك 5 ا 6 مينوت ديري هكذا. فوالا فوالا هايليك بعد ما كملت كاع هكذا. دوكا نغطوهم ببلاستيك ولا حاجه ونخلوها يخمروا دو فوا، نخلوها تخمر تديكازيها، تكسر لاباط تزيد تتخمر بوغ لا دوزيام فوا باش نبداو نخدموهم. فوالا هانيك لاباط تاعنا بعد ما خملت دو فوا، خمرت اون فوا ديكازيناها، من بعد دارت بوغ لا دوزيام فوا ثاني خمرت زادت ديكازيتها. او دوكا هايليك لاباط تاعنا في لو بلان دو طراي، شوفو شحال طريه برسك تلصق هكذا في اليد، مي هكذا خير باش يخرج لكم البني تاعكم خفيف وهش بزاف. شوفو هايليك بدات تخدم. فوالا هي راهي تحل فيها تلمو طريه بزاف، خلاتها طريه هكذا اللي راهي دير هي لي بينين. صافي راهي بدات تحلها بيدها. فوالا شوفوا كيفاش راهي تحل فيها، بات فريمون شابه هايله وخفيفه. شوفوا طريه بزاف. فوالا هي تحلها كاع هكذا، بعد دوك تشوفوها دير لها في بالمول هكذا كده. فوالا هاي ليك لاباط تاعنا، ما تجي كي تحليها ما تجي رقيقه، ما تجي خشينه، تجي موايان. فوالا وهي حنايا وجدت بلا بلاطو هكذا، درت فيها الطرشونه هكذا ورشتها بالفارينه باش تبدا تخدم. دوكا هنايا الطابع هكذا كل واحد واش يحب. هاي ليك دويرات هكذا تحلهم. فوالا شوفوا كيفاش راهي تخدم، خرجوا واحد لي بيني لازم شطراتو دي زاديو دي ميديسات هايلين. شوفوا تعاود تحط بالعرسة هكذا دوايرة صغيرة، شوفوا هاي تنح في الوسط هكذا، تحلهم شوية في الوسط بالعرسة هكذا. شوفوا كيفاش يخرجوا شابين. فوالا كمل كاع هي. شوفوا دوك تبدا تحطهم. فوالا شوفوا في الطرشونه هكذا باسكو مازال تخليهم يخمروا كي تكمل كاع لا كونتيتي تاعها في البلاطو وتحطهم يخمروا. فوالا هي دوك تكمل كاع لا كونتيتي يعني راح تشوفوها في البلاطو. فوالا هاي نزلها نص راهي تخدم فيه. فوالا شوفو كيفاش تنحى تفصيل مو. شوفو
فوالا هاي اللي كي بعد ما كملت كاع لا كونتيتي هذه تما واش دات البلا هذه. ودوكا كيفاش نديروها؟ نغطوهم ونخلوهم يخمروا فوالا هكذا، وتخليها تخمر حتى تضاعف الحجم تاعها باش ان شاء الله تشوفوا نبداو نقلو فيهم. فوالا شوفوا لي بيني تاعنا كيفاش خمروا، طلع في الحجم تاعهم شوفوا شحال هنا دوكا. وهنايا راهي حطت الزيت تسخن بيان سور مليح هكذا في المرميطه هكذا باش يجيك ما تشربش الزيت وتكون عاليه هكذا. طيب بيان اليس دوكا تبدا تقلي والنار موين يا خفيفة على النار تكون هلا. شوفوا هذيك الزيت راهي سخونة هلا. شوفوا كيفاش راهي دير في الزيت هلا قريبيني هلو باش يطلعوا بيان هكذا. شوف هذه لازم ديريها هكذا، لازم ديري تضربي هكذاك لي بيني تاعك بالزيت. شوف هنا والنار بيان سو تكون نار قليلة، شوفوا نار قليلة باش تاسوري بلي يطيبو من الداخل، يدو لا كولور بيان سور من الفوق والداخل كي تفتحيها تلقايها طايبه. هايليك هاي قلبتهم هاي طيب فيهم قلبتهم بدات داوي الكولور دوغي شابة دوكا يزيدو يطيبو على الجهة الأخرى هاي الكوتي تاع التحت يطيبو. شوفو كيفاش تنفخو، شوفو شحال شابين هاي دايرك. شوف فوالا خلاص غادي نفتحهم وحطينا في الطبسيل بابي ابسوربون فوالا. شوفو شحال شابة بارك بالكولور طيبها بيان. دونك نزيدو معاكم تشوفو الزوج بعد حنا نكملو لا كونتيتي تاعنا. هاي لي تشوفو وحده هذه كيفاش راهي طيب. هنا كيفاش تبدا ديرهم الزيت من غير تخليها في الزيت، تبدا طلعي لها هكذا الزيت الكليار ولا أروع. مازال ان شاء الله ديركم مطلوع تاعها اسفنج نانا. شوفوا كيفاش راهي، شوفي بلي ناجحه، شوفي كيفاش يخرجوا الفقاعات هذو. شوفي هايلة فوالا شوفو ناجحين 100%. شوف كيفاش راهم يخرجوا الفقاعات هذو. شوفي هذيك قلبتها
نوريك لي خلاص كملو كاع لا كونتيتي. فوالا شوفو رانا كملنا كملت خرجوا لها 20 حبة اللي حبت لا كونتيتي هذه، راهم يخرجوا 20 حبة. اللي حبت تضاعف عندها لي زانفيتي ولا عندها عرضة ولا تدير الدوب اللي خرجوا لها 40. هاليك دوكا تدير لهم السكر، هايليك سكر كلاص دارت. وشوفوا لاستوس تاعها كيفاش دير سكر كلاص في الساشي. هنا تبدا تخدم هاي فوالا زيدي لهم واحدة. شوفو في الساشي تجي سهلة. وتدير لنا شوية بالسكر نورمال، السكر الخشن هذا نورمال. هاهو دوك تشوفوه في طبق تقديم ان شاء الله. فوالا انا في الختيمه تاع الحصه تاع نهار اليوم اللي كانت لي بيني على طريقه ماما. فوالا شوفوا كيفاش خرجوا هايلين وهشين وخفاف. انا درنا شويه سكر كلاص، 5 سكر كلاص، 5 سكر نورمال خشين. فوالا دوك نقطع لكم باش تشوفوا النتيجه. شوفوا شحال خفاف شحال هايلين ولا اروع. بالقهوه حليب تاع العصر تاع العشيه ما نحكي لكمش، هايلين ما يتشبعوش. تاكلي اربعه كي اللي ما كليتيش. فوالا بارطاجي لا فيديو، ابوني مو على نوتر شين، كليكي سور لا كلوش باش يجيكم كل جديد دي زاد 2017. ديروا لنا لي جيم، ديروا لي تعليقات الا تحبوا هذا الجور تاع لي روسيت هكذا اقتصاديين وسهلين ويحمر الوجه. هاولي هكذا كون عندك لي زانفيتي تحطيه. الله الله هاي فوالا نقولكم شهية طيبة، شهيتكم في الجنة ان شاء الله. على بروشين فيديو ان شاء الله. تشاو.